صدر عن صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد الخليفه ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله قرار رقم ثلاثه لسنه 2024 بتعيين مدراء في المستشفيات الحكوميه بناء على عرض رئيس المجلس الاعلى للصحه جاء فيه يعين في المستشفيات الحكوميه كل من الدكتوره نور رياض علي ضيف مديرا لاداره العمليات، الآنسه قدر احمد مال الله الانصاري مديرا لاداره الخدمات، السيده ايمان ابراهيم علي قاسم مديرا لاداره الموارد البشريه.